السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. بالنسبه اليوم ان شاء الله عاوتاني جبت لكم جديد يا اختي خيوطه تابعيني، جبت لكم جديد عاوتاني جديد. بغيت شي حاجه حضاريه وشي حاجه يعني الا بغيتي تفقصي ليا العديان يا اختي، وكنتي حاجه شي خرجه بغيتي جلابه نيت وشي حاجه باينه. جبت لكم اليوم جليبات بالتنبات بالعقيق، شي حاجه اللي يعني كتحسي براسك راك لابسه جلابه ثقيله ماشي ديال كل نهار. وشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم على فيديو حطيت البارح ديال التكاشطات، واللي باقا ما شتيش دخلي شوفي الفيديو ديال البارح ديال التكاشط، شي حاجه روعه. وشكرا لكم بزاف حتى نتوما والله العظيم، راه ملي كتقول يقول لك راسك دخلي ندخل نكتب الحنان التعليق نقولها تبارك الله عليك، راه ماشي مجرد كتبتيه وصافي، هذاك التعليق ديالك يعني لي انا بزاف د الحوايج. ملي كندخل شي فيديو التعليق ديالو كنلقى بزاف تبارك الله عليك فرحتينا بهاد الموديلات داكشي زوين يعطيك الصحه، يعني كتعطيوني واحد الطاقه باش نوض نخدم ونوض نزيد عاوتاني نزيدكم الجديد، ماشي زعما غير كتكتبوه وصافي. كنشكركم بزاف والله العلي خداكم عليا كاملين. بالنسبه لي كتسول على المحل مدينه كازا حي مولاي رشيد اقامه البيضاء امام مدرسه الترميدي. وبالنسبه لهاد الجلبه هادي راه شاركتها معكم، هادي جلابتي اللي درت فهاد عيد الميلود اولا ذكرى المولد النبوي، شاركت معكم هاد الجلبه هادي، هادي درتها هكا خفيفه باش نلبسها كل نهار، يعني تلبس بالخدمه متسخره خارجه تلبس على طول، فيها خدمه ديال كاطفير، درت لها هنايا عقيدات سنينات عقيدات وجات من السوق. هادي راه شاركتها معكم. بالنسبه للناس اللي قالوا لي شاركي معنا في الصاله ديال التكاشط، راه عندي واحد السيده جات حطات عندها الثوب وبغات نخيطوا ليها جابت لي جا، وغادي نشارك معكم ان شاء الله في الصاله ديالو، عندها تويب غزال غادي نوريه لكم. ها هو الثوب هذا، بغات فيه تكشيطه بحال هادو اللي كنت صورت لكم البارح، اللي ما شافتش الفيديو ديال هاد التكاشطات دخلت شوفوا، بغات بحالها بحال هاد الشكل، ولكن هي بغات غير خدمه خفيفه، حتى هاد اللوين هذا غزال بغات خدمه خفيفه للتذكير فقط. نعاود نوريكم هادو، شوفوا لي هاد الخديط راه حتى هي دابا نوريهم لكم عن قرب، البارح كنت لابساهم طلعوا فنين الصراحه. المهم دوزو دابا الفيديو ديالنا اللي قلنا جليبات. بالنسبه للنمره تواصلوا معايا فيها، هي اللي غتلقاوها في الفيديو كطلع لكم مره دوزو دابا باش نبداو جليبات. اول جلابه اول لوين نبدا لكم به هو هذا البلو جين، شوفوا ليا هذا اللوين هذا غزال بحال هذا اللي لابس انا بلو جين، دخلت ليه في تنبات الاورانج وواحد بحال قلتو بلو مارين في العقيق ديغرادي ديال الثوب والذهبي، والعقيق راه ماتصونو كامل ام جي بي باش خدامه، الكميمات جايين عامرين بحال الصدر كمامة طرزة عامرة. هذه جلابة مخزانية كتيفة طيحين، كنتي عجباتك وبغيتيها في الكتاف واقفين كتواصلي معايا عطيني عبارك وكنصيبها لك عادي، يعني ما تكونش هكا مخزانية، هذه جبلية هذه كتاف طيحين هذه. الله كملات لي السيدة قلت نصورها وباقي دافعة على شي حاجة اخرى كتخدم، المهم ديما جديد ان شاء الله. هذه جلابة غزالة تاعي هانتوما، العقيق راه كله ماتصونو. وبالنسبه للثمن هادي 600 درهم، انا كنت دايره اليوم 700، هادو هادي 600 درهم. بالنسبه لي كتقول لي راه كاينين عيب 300 درهم، راه كاينه راه بطبيعه الحال كيشرو العقيق على العباره 5 درهم عقيق، راه شي شحال طلع لك ديال الجلالب، ماشي بحال شريتي باكيه ب 1400 اولا 1600 الباكيه، وكل باكيه فيها شويه يعني يلاه ما كتكملش حتى بالاخص الا درتي هكا اللوان، يعني شوفوا هذه شحال باكيه هاز باللوينات، يعني ما تبقاوش تقارنوا حاجه مع حاجه، خدمه السوق ماشي هي خدمه ديال الميزور اولا هي خدمه ديال الخياط، ماشي بحال بطبيعه الحال حتى بس ما تيكونش حتى في محله، يعني حتى النباته ملي تقولي لها هذه راه خدمه السوق راه غدير معاك خدمه ديال السوق، ما غاديش دير لك خدمه ديال بياسه بياسه. المهم اللي عجبتها هذه تسكرينيها سكريني وصيفطها لي في واتساب. هذا البلو جينا البنات ومخزانية راه طاي كبيرة، هانتو إلا بغيتي تواصلي معايا وشوف لك العبار، نحاول نحفز هادو باش لي صورتو نحطو هنا. عندنا هاد الكحلة شوفو ليا لون واغ البنات، شي حاجة غزالة في الكحل،
العقيقة جاي هنا هكذا ضعيف كميمات. هادي طي اكس ال تلبس بحال هكا عباري قياسي تقريبا، عشان تجي كتجي فنه في اللبسه. الا بغيتي تشوفيهم راني حاطاهم في انستغرام، مع ما ساليتش باش نصورهم في يوتيوب، يلا ساليت والانستغرام راه حاطاهم فيه قبل. بغيتي تشوفيها انا لابساهم كاملين غير وحده وحده، وفيديوهات غير قصار يعني ما غاديش حتى ما كانش داك الوقت فين تفرجي، راه دغيا دغيا. شوفوا لي العبار والزواقه، دخلت لها غير الاورانج والذهبي، عرفتي هادي ديري لها شال اورانج يجيها خطير، وتا الكحل يجي زوينه يخلي الخدمه تبان. هادي كتيفات واقفين كما كيبانوا لكم، ماشي مخزانيه هادي، والثوب دائما الكريب كوريا. الا عجباتك هادي حاولي سكرينيها وصيفطها ليا في واتساب. هادي مسدودة كاملة، والعرض بطبيعة الحال انا كندير العرض لتحت. المهم اللي عجبتها هادي السكرين هادي صافي وريتها ليكم. شوفوا لي هاد الموديل هذا، جلابة في اورانج. شوفوا العقيق خفيف بالنسبة لي، كتبغي شي حاجة انيقة وخفيفة، وكتبغي العقيق وفي نفس الوقت ما تبغيش مشارجي حيت الاذواق كتختلف. شوفوا هذه خدمتها كي دايره، واخا فيها تنبات جاي خفيف، مخدومه بالضفيره ديال الصب وعقيدات. هادو عرفتي هذه في اللبسه كتبان واعره، ملي كتلبس كتبان. هذه غادي نزيد فيها اللوينات ديالها ان شاء الله. المهم اللي عجبتها هاد التجليبه سكريني هذا في اورانج، وداخلها البلور لورانج والبلور. شوفوا هاد الكرونة، هادي شوفوا لي هاد الموديل حتى هو بوردو مغلوق، دخلنا ليها التنبات هكا، جاية شيمة جديدة زوينة مدا يعاش، ومخدومة هكا عين عقدة، طريسنات في الكمام. نقرب ليكم باش تشوفوا الخدمة مزيان، العقيق راه كله ماتصون. شوفيهم البريونس ديال العقيق غادي يبان لكم. هذه جلابه جبريه كتيفه طايحين، وبطبيعه الحال ملي تلبسيها انت تقاديها ودير لها الفولار ديالها راه غتجي عليك كتحمر. المهم اللي عجبتها هذه سكرينيها وصيفطيها لي في واتساب. واللون راه كما هو البوردو المغلوق، كرونه فونسي ماشي داك الكرونه اللي مفتوح. لي عجباتها هاد الجليبه غنديرها هكا باش تبان مع الضو. سكرينيها وصيفطها عليا في الواتساب. بالنسبه لتوصيل جميع المدن، بالنسبه اللي بغات تجي المحل مرحبا والف مرحبا. توقيت العمل من 3 حتى ل 8 العشيه كنكون انا في المحل، مرحبا والف مرحبا دائما ما عدا يوم الاحد، الحد اللي ما كنخدموش. شوفوا ليا هاد الكري، هاد الكري حتى هي مخزانيه جلابه جبليه كتيفه طايحين. هادو كلهم غتلقاوهم مصورين في انستغرام، الانستغرام بحال اسم القناة، توا فيه الجديد مع حنا. اللي عندها غير تيك توك دخلي لتيك توك، توا تنحط فيه فيديوهات قصار، توا الجديد مع حنا. هادي مخدومة تنبات ومخدومة قطيب برشمان، جليبات كيما قلت لكم ديال يعني ديال العراضة ديال تمشي بها كعند ناس عزاز. حبة غزالة هاد الكري حتى هي، شوفوا لا بغيونس ديال العقيق كي داير، واللوي اللي خدمت به مخدومه بالزمرد وبالمهرس الماتسونو كامل. هذا كريب في الكري، اللون راه كما هو كما تيبان تماي كما كيبان في الكاميرا. اللي عجبتها هذه سكريني صوريها وصيفطيها عليا. كما قلت لكم التوصيل راه حتى لباب الدار فين ما كنتي، فين ما كنتي داخل ولا خارج المغرب. وكما قلت لك بغيتي تجي للمحل وتقيسي مرحبا والف مرحبا. انا تنكون دائما من 3 حتى 8 الصباح تكون عندنا الخدمه، ما نقدرش نستقبل الكليان الصباح، تيكون عندي السخرات وداكشي كلشي، داكشي كنخليه للصباح. 3 تلقاني في المحل، كي ساليت كيما ساليت المهم 3 خصها تلقاني في المحل، حيت الناس كيجيو من بعيد وما تنقدرش بنادم جا من بعيد ونخليهم. يعني من 3 حتى 8 دائما في المحل، 8 كنسد ما عدا نهار الاحد اللي ما كنخدموش. جلبات غزالين كلهم كيحمقوا الصراحه،
لون اخر. شوفوا لي هذه في المليفه، جربت هاد الموديلات في المليفه طلعوا غزال الصراحه. شوفوا لي رقيق، دخلت ليها لونها والبلوروا والذهبي. هذه مليفه ومخزانيه طويه، وقع عليا مسكين. هذه بالعقيق، يعني انت لابسه جليبه مليفه ديالك متقله جليبه فنه، خديمه من السوق وفي نفس الوقت فيها بلاصه طريزه درناها بالتنبات بالعقيق. شي حاجه اللي روعه. وهنا كاين تخراس خدمه المعلم، هذه مليفه البنات وتاهي جبليه. افتحات في الجناب بطبيعه الحال، ملي تكون جلابه جبليه ولا مخزانيه راه كيكونوا ضروري افتحات في الجناب. هذه 700 درهم البنات، حيت المليفه زايده شويه ثمنها، هي نورمالمون خصني ندير 800، انا درت غير 700 مؤخرا، بديت كنقص لكم شويه، ماشي كلشي زاد ونزيدو حتى حنا نقفروا تتزاد علينا حتى حنا ونكملوا لي خاص. حنا الناس راه بداو تيزيدوا صراحه، بزاف ديال الحاجات بداو تيتزادوا، لا في الحرير لا في العقاد لا الطرزه لا الصقلي الصم، كلشي زادوا في كلشي. هاد الموديل هذا، هادو 700، هادي حيت زايده مشارجيه شويه وثقيله في الخدمه ديالها. شوفي لي اختي علاش كنهضر وعلاش قلت لك 700 درهم. شوفي العقيق، شوفي شحال هادته، شوفي هنا الصدر جايه، هادي في الصدر اللوايه كامله جوج تلوينات، خدمت بالبرونز وبهذا الخضيدر لونها وسيبورا. طبيعة الحال رشمة هنا، رشيمة في الكم ورشمة في الكم الآخر حتى هو عامرة، وهنا جات وحدة الفوق ووحدة لتحت. هادي 700، ولكن راه في اللبسة كي كتجي خطيرة، كانت عندي تا في الغوز تباعت، ولكن لو بغيتي تشوفيها اللي عندي في الغوز دخلي الانستغرام وتشوفيها، وفايتين يمكن حاطة ليكم الغوز. والكريب راه البرومي، راه كيبان ليكم توبعي من الهزة كيبان واش طايح ولا لا. وكاينه هذه، هذه بالنسبه لي كتبغي غير رشيمه وحده، ما كتبغيش بزاف ديال العامر. انا بغيت نحاول نرضي كاع الاذواق وكلشي ندير ليه داكشي اللي بغى. شوف لي رقيق ورشيمه، هذه غير عين عقده نصو توك كريب بروميان، جلابه جبليه ولا مخزانيه نصوق هكا، ورشيمه وحده في الجنب. هاد اللوين غزال حتى هوايا، هادي فيها شي حاجه شادينها ليا من هنا، غادي تكمل خصني نعاود نصلحها كيما قلت لكم. هادي المهم اللي عجبتها شي حاجه تسكرينيها وتصيفط ليا، هذا راه عقيق تنبات كامل. يمكن كملنا لي ديال العقيق، كملت ديال العقيق، غنوريكم واحد الجلابه اللي جات للمحل تقولي علاش ما صورتيهاش، راه انا كنبغي نخلي شي بياس يبقى هكا ديال المحل، يعني من جيت لقيت جديد عندنا حتى في المحل ماشي في اليوتيوب. شوفوا لي هذا الموديل روعه روعه، لانه تبارك الله ما شاء الله كنحطوا شي موديل صافي، يعني كنلقاه صافي داع في السوق، يعني ما يمكنش انا نبقى نخدم به. هذه جايه قطيب برشمان حتى لتحت، وهاد الطريزات بالصم. شوفوا الخدمه كنقيه، شوفوا الطريزه كي دايره جايه برشمان. شوفوا الكميمات الطازه فين كي دايره، شوف الجلابه راقيه كتعجبني انا بعدا، قوش ما عجبتني درت وحطيتها باش نشوف فيها، ما صورتهاش ديما كنصورها، كيعجبني نخلي عندي شي بياس لي سبيسيال. كاين بزاف البياسات ما مصوراهمش ما غنصورهمش، هادو غيبقاو ديال المحل ان شاء الله. اللي جات للمحل مرحبا بها والف مرحبا. هانتوما هذه قطيب برشمان، شوفوا اللوين ديال الجلابه بعدا كي داير، والعلاقه بطبيعه الحال راه ما كتبينش في اللبس، ديما تنقولها لكم ما تيبانش، كي الثوب كيتقال كيعطيك التكماش الفوق، ما تتبانش ما تتبانش الخدمه بالعلاقه، ماشي بحال كانت ملبوسه. انا شحال وحده كتجي للمحل وكتاخذ الجلابه كتقول لي لبسيها ليا نشوفها عليك، انا لا شعلك تزوي تعجبني لبسيها انت، قالت باش نشوفها انا كيفاش جات، وكنصدق لها مزالتها في المحل مباشره. المهم الفيديو ديالنا غيسالي حد هنا، جمعت لكم فيه هذا جنيبه ديال العقيق. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ما تنساونيش البنات من لايكاتكم، وحاولوا تبارطاجيو الفيديو
مع صحاباتكم وخواتاتك هكا حتى هما يشوفوا جديد ديال الجلبات وجديد ديال التلبات. وشكرا لكم بزاف. الفيديو الجاي ان شاء الله نعاود نذكركم توقيت العمل من 3 حتى ل 8، والمحل راه في مدينه كازا حي مولاي رشيد، اقامه البيضاء امام مدرسه الترميدي. مرحبا بكم والف مرحبا كاملين.